دي البلاطه اهي بعد ما ركبناها. اللي عايز يشوفنا احنا ركبنا البلاطه دي ازاي يخليه معانا في الفيديو وهيشوفها. وقبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك. خليكم معانا بقى في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل فيديو مختلف النهارده وهو عن الفرن، لان البلاطه بتاع الفرن ده وقعت. القط عندي قط، عندنا قط كبير كده يعني، دخل وقعها هو والارنبات. فانا هغير البلاطه، هركب بلاطه جديده. طبعا انا كنت عامله ده، البلاطه دي كنت عاملاها بطينه قبل كده، وفي ناس كتيره سالتني عليها، بس طبعا بتاع اول مره. تاني مره بقى هركب البلاطه، فانا شاريه بلاطه اللي هي البلاطه اللي هو الفخار اهي. دي بلاطه اللي هي فخار دي، هنركبها هنا مكان البلاطه دي. طبعا هي طبعا كبيره عن الفرن، فاحنا هنحففها كده بالسكين من هنا كده، وهنحففها ونقيسها وندخلها في الفرن. اهي البلاطه اهي مكسوره اهي بالطول وطقه من هنا كده اهي. فاحنا هنشيل دي وهنشيل العتبه دي عشان نركب البلاطه الجديد. وطبعا اول حاجه انا هخلط الطين، وهوريكم مكونات الطين عشان الناس اللي سالتني كتير عن مكونات الطين للفرن او الشواي. خليكم معايا بس هوريكم الطينه وهوريكم مكوناتها. معايا هنا دي طينه اللي هي الطينه اللي هو التراب بتاع الارض. انا طبعا هنا خمرته في الماجور ده، مخمرهم من الصبح، احنا دلوقتي العصر، والحمد لله هي بقت حلوه اهي. طبعا انا لسه دي ما ضفتش عليها اي اضافات. ومعايا هنا برضو اللي هضيفه عليها اللي هو التبن ده، اللي هو التبن ده اللي هو اللي بنوكله، معلش يعني للكلمه للحيوانات. وطبعا اللي في ناس كتير سالتني عن الطينه، مكونات الطينه في البلاطه اللي هو للفرن عموما يعني، والبلاطه اهم حاجه. فانا كانت الطينه ديتي وكنت بجيب عليها اللي هي الحمر اللي هو الطوب اللي احنا بنبني بيه الحيطان ده، اللي هو الطوب الاحمر. احنا بنجيبه بندقه كده وننعمه وننخله بمنخل سلك، ونطلع منه الحاجات الخشنه كلها. ومعلش دي الكلمه يعني، في حاجه اسمها زبل اللي هو زبل الحمير او الرز بتاع الحمير، احنا بنقول عليه صوت. بنجيبه برده ده بالنعم عشان هو اللي بيخلي الطينه تمسك وتبقى حلو. فمثلا لو عندنا مثلا حته الطينه، مقدار الطينه بنعمل نص مقدار الطينه دي، بنحط اللي هو الصن ده اللي هو زبل الحمير والطوب اللي هو الاحمر اللي احنا منعمينه ده، وبنخلطه على الطين، وبنخلطه خلط حلو، وبحته حاجه مثلا عصايه جامده كده ولا حاجه، وبندقه دقه عدله، ونسيبه مثلا يومين ولا حاجه، ونرجع بعد اليومين نخلطه من اول وجديد، ونعمل بقى منه البلاطه ونعمله الفرن. لكن ده عشان انا هركب البلاطه، فمش محتاجه كل اللي انا قلت عليه ده، هو بس محتاجه الطينه واللي هو والتبن ده بس. طبعا انا ده نخل، ده فروع نخل انا جايباها عشان لما نخبز ان شاء الله بعد ما نركب البلاطه هخبز فيه في الفرن، وهجيد اللي هو الفلاج دي فلاج اللي هو بتاع النخل مكسر. فانا هخلط الاول الطينه دي، هحط عليها التبن، وطبعا مش هينفع احدد، انا بخلط معايا لحد ما الطينه تبقى معايا حلو يعني، مش هينفع احدد احط قداش يعني. انا بخلط الطينه زي عادي بالعين يعني كده، الواحد بيقدرها بالعين. هخلط الطينه ديت ان شاء الله واعود لكم تاني. معايا هنا الطينه اهي، بحط لها التبن كده وافضل ادعك فيها كده، ادخلها ببعضيها التبن والطينه وادخلهم في بعضهم كده. نشيل كده ونخبط في بعضها كده، ولو لقيناها كده نعمه كده محتاجه شويه تبن تاني بنحط لها عادي. التبن معايا وبعمل بقى تياه معايا لحد ما الطينه تبقى حلوه وماكنه معايا، وادخلها كده ببعضها كده واخلطها. انا بس حبيت افرطكم وانا بخلطها. انا كده بخلطها، بحطها في الماجورة اهي، هخلطها واخلصها كلها في الماجور، وبعدين اقوم هوريكم البلاطة. هبدأ بقى كده، انا خلاص خلطت الطينة زي ما قلت لكم، هبدأ كده اقول بسم الله وهحوش البلاطة دي بقى، البلاطة القديمة. طبعا انا هحوشها بالعتبة بتاعتها. ده بقى هنعمل كده ونخبط كده ونبلع.
كده بقت انا عملت مسافه اهي، بقت ابدا اشيل كده البلاطه. هبدا بقى اشيلها كلها كده. اوعى اهي كده اشيلها بس كده، اشيلها بقى الباقي كله واخلص المكان ده وارجع له. كده احنا هنا عملنا كذا، احنا كده هنا انا صورت وانا بهد وانا بعد كده احنا نظفنا مكان البلاطه اهي، ووسعنا هنا مكان ما هنحط البلاطه الجديده. وطبعا البلاطه ديت كبير، فاحنا قسنا بالنش وهنحش الزيادات كده بالسطور كده، هنقطع هنكسر الزيادات كلها كده، بتكسر الزيادات اهي. احنا قسنا بالنش وده كده اهو المسافه بتاع البلاط، وعلمنا وهنحش الزيادة. الله على الله كده احنا بنشوفها اهي بعد ما كسرنا منها شويه، لسه عايزه شويه تانية هنحفف منها شويه كده. بقت احنا بعد ما حففناها شويه بسم الله ان شاء الله هي كده دخلت اهي، بقت 100 100 كده مش محتاجه حاجه الحمد لله. نطلعها بقى عشان نحط مكانها الطينه ونعدل مكانها وبعدين ندخلها تاني. كده احنا لطسنا الفرن من جوه اهو، وحطينا طينه اهو مكان ما هنحط البلاط. بس هنقول بسم الله كده بقى، والبلاطه خلاص احنا ظبطناها اهي، هنبدا بقى نشيلها وندخلها في الفرن كده بقى كده هنعملها اهي. نقول بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بس كده احنا دخلناها اهي، بقى هنلطسها بقى ونظبطها ونرجع تاني. كده بقت اهي بتظبط البلاطه اهي، امي اللي بتعمل ام وائل بتسلم عليك. ام وائل دي حبيبتي، ربنا يسترها معايا واولادها ان شاء الله، ويبعد عنهم المرض ولا الحرق. كده بتحط طينه هنا في الركان كده، بتحط طينه وحجر حجاره صغيره كده بتكسرها وتحطها عشان تسند البلاطه اه، وهي ما تجحش. وكده هي بعد ما خلصت البلاطه من جوه ولطستها اهي، لطسناها من جوه اهي بقت 100 100. نعمل بقى العتب، العتب بتاع الفرن. حطينا كده البلاطه اللي احنا طلعناها اللي اتكسرت، حطيناها كده على العتبة وهنلطسها برضو، حطينا طينة تحتيها وهنلطسها تاني برضو من فوق عشان نظبط البلاطة بتاع الفرن. كده اهي بعد ما خلاص خلصنا ولطسنا العتبة اهي، ما شاء الله البلاطة بقت 100 100. معايا هنا شوية زيت وبيض عشان طبعا احنا لسه ما اول مرة، فانا بس عندك كده كده. كده احنا دعكناها بقى، اولع بقى النار فيها ونشوف كده بعد ما خلاص عملناها. وبنجيب بقى فيها زي ما انتم عارفين من الفتحه من هنا اهو كده اهي، ما شاء الله الله اكبر اهي. هنجيب فيها بقى ونحرق البلاطه، وان شاء الله لما اخبز المره الجايه هصور لكم وانا بخبز، عشان في ناس عايزين يتعلموا رح العيش، فانا ان شاء الله هصور لكم الفيديو ان شاء الله وانا بغبس، واعرفكم بنغبس كيف. قبل ما نقفل
عايزه. والنبي اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي ما عملش لايك يطلع فوق ويعمل لنا لايك. ومع السلامه في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.